في الدقيقة 38 اللي يمكن دخلنا في الأوقات العصيبة في شوط المباراة الأول. تمرير على طول تتشتت الكرة من اللاعب يونس موسى، تترد الهجمة مرتين من كباكو، محاولات في نص الملعب وتمريرة أمامية طويلة، تاني المحاولات والسيطرة الميدانية وتصويب. الله 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 يا على جبال هذا الهدف، يا على روعة هذا الهدف، ماتيو مورو أرامباري يسجل هدف ينوب به، هدف من طراز فريد، هدف من زمن جميل. في المقدمة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شوف الكرة، هو قال لي بقى، هو قال خلاص خلاص، الكل مش عارف يسجل، الكل مش عارف يهدف، مفيش هجمة منظمة. أول أهداف ختافي منذ 5 مباريات، أول أهداف ختافي، يا 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 تقدم من الحارس سيلسن، وطبعا هو متقدم خطوة لكن الكرة صعبة، الكرة راحة في مقتل.